شو قدامي؟ شو قدامي؟ يعني شو مو السلطة؟ يعني شو مع الأخلاق؟ يعني شو مع الانعدام الكيم؟ وقفوا قدام سيدنا منيح، تحياتنا سيدنا. شو فيها تماما؟ مين هودي؟ هودي الصبايا سيدنا، هودي الصبايا اللي كانوا شبه عراب بشبه ميويات وقاعدين على سطح السيارة عم بيقزدروا على الاوتوستراد بين جوني ودبي. هودي هني يا تمام؟ نعم سيدنا، اعتكلتن وجبتن. الميول اللي كانوا لابسينه من كم قطعة يا تمام؟ قطعتين سيدنا، هي كانت لبس القطعة التحتانية بس، وهي كانت لبس القطعة الفوقانية بس. طيب العورة، عورتهم كانت مبينة يا تمام؟ الضواحي سيدنا، السنترفيل نو. طيب قاموا بحركات إباحية هني وعلى ظهر السيارة؟ أنا ما شفته سيدنا، بس كان في شاهد العين قال لي إنه عملوا له حركات وفرجوه عضو. وليه؟ أنت وياها، أي عضو فرجتوا للشاهد العيان؟ سنتون حكيوا كلمات نبي يا تمام؟ نعم سيدنا، كل كلام كان من الميو ونزول. قدرت هيك. مين كان سيء السيارة؟ أنا سيدنا. سيارة لك؟ لا سيدنا. في أطفائي السيارة؟ للضغري لا. شو؟ بنات شبه عورات، حركات إباحية، كلمات نابية، عورات مبينة بالسيارة ما فيها أطفائية؟ سيد تمام، جوز السيارة فورا. وانتو ما بدي شوف صورة وجهكم. شو هالمجتمع الموبوء؟ سيدنا بس بعد في شغلة ما فهمتها، ليش حجزت السيارة لأنه ما فيها أطفائية؟ ليش الأطفائية ضرورية؟ ولك يا تمام، حسب الوصف اللي وصفت لي إياه، إذا أنا كنت مارق من هونيك وشفتن ولك بولع بشوشة، طب كيف بيطفوني بلا أطفائية؟ معك حق سيدنا، معك حق يا ماما، مظبوط معك حق.